السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سيد عمامي، سيد المجموعة لا بأس بها اليوم اللي جات، إن شاء الله يكون خير وجاية معها بخيرة، ومتأملين أن يكون الوضع أفضل من الأول. باهي يعني تو ان شاء الله الاعداد تزيد في الكفره كما لها، روحينا تكون تنقص يعني، هل ان شاء الله توفر الظروف المتاعنا للامداد والتمويل؟ بالتاكيد هذا واضح، حتى خاطي الدرهم جو الشرطه العسكريه وجا الجيش الوطني، وبالتاكيد حيكون هذا اكبر دافع للوضع حتكون احسن. الله يوفقك.